هي لازم كل واحد ياخد حقه بعد الانجازات اللي بيتم تحقيقها في العاب الصالات هذا الموسم، وكمان كره السله الحقيقه، لان كله كره السله واللي بتعمله كره السله في بدايه هذا الموسم بعد خسارتنا للبطوله العربيه. الحقيقه هناك البعض ذهب الى ان النادي الاهلي او كره السله في النادي الاهلي هتسقط بعد الفوز بخمس بطولات في السنه اللي فاتت، ولكن الحقيقه بعد خسارتنا ل البطولة العربية بخسارة متعمدة لو حضراتكم تتذكروا من قبل الحكام واللي حصل ساعتها، ولكن خسرت البطولة العربية قدرت تكسب أربع بطولات أخرى. الحقيقة كل البطولات اللي بعد كده حصلت عليها بالكامل، سواء دوري سواء كاس سواء سوبر سواء أفريقيا سواء عربية، بطولة كل البطولات الحقيقة لكرة السلة يستحق كل التحية ويستحق كل التقدير، لأنه كل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، ما فيش حاجة بتيجي بالصدفة. كل اللي جه وتحقق كان بناء على دراسة وتخطيط واستراتيجية وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يجب أن يتم شكره ونقول له وياخد حقه. مجلس إدارة النادي الأهلي لازم ياخد حقه في ظل هذه الظروف الصعبة، لأنه منذ أن تولى هذا المجلس المهمة لم تكن ألعاب الصالات، كان عندنا مشكلة في ألعاب الصالات والكل كان بيشاور على ألعاب معينة منها كرة السلة وكرة اليد. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كرة السلة مختلفة، كرة اليد مختلفة، الصالات أصبحت أو ألعاب الصالات أصبحت على المستوى اللي احنا عايزينه. وبالتالي بعد ما مجلس إدارة النادي الأهلي اللي موجود حط إيده على العيوب بدأ العمل على قدم وساق. تم رصد ميزانية محترمة من أجل تطوير هذه الألعاب، وتم وضع هذه الألعاب على منصات التتويج مرة أخرى، وده اللي حصل. مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبخل بأي جهد، عشان في النهاية اللي بيحصل ده بيحصل عشان خاطر جمهور النادي الأهلي. أن تصل ألعاب الصالات لهذا الوضع المتميز يجب أن يتم شكر مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي. كمان بعيدا عن الميزانية الكبيرة وبعيدا عن كل هذه الأمور، اللعيبة نفسها أصبحت أكثر شراسة. ألعاب الصالات نفسها بالنسبة لكرة القدم تحس أن الناس دلوقتي بدأت تهتم بيها أكثر كتير، الجمهور نفسه بدأ يهتم بهذا الأمر. النهاردة ألعاب الصالات في النادي الأهلي بيتوجوا بعدد كبير من البطولات. أخيرا كرة السلة خدنا بطولة، على فكرة البي ال ده اللي هو دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة، كسبته بتصل إلى كأس العالم الأندية زيه زي كرة القدم بالظبط. فأنت الحمد لله كسبت إن شاء الله عقبال كرة القدم، ولكن أنت كسبت كرة السلة أو دوري أبطال إفريقيا في كرة السلة زي ما حضراتكم شايفين، قدرنا او هنقدر نوصلنا لكأس العالم للأندية في كرة السلة.